لو الحكايه فيها ان فيجو بيحصل ان احنا كنا على طول لما نيجي نقف هنا بنسمع صوت اغاني عالي، وكنا بنشوف ستات جوه ومعهم راجلين حوالي 4، وعلى طول كانوا كده يعني. وجيت انا قبل كده خبطت عليهم عشان الصوت يعني وكده، دي عم قايل لي ماشي وخلاص كده يعني. الحكايه من الاول الراجل اللي مات ده، كانت الست دي كانت عايزه تطلق منه. تمام. فهو ما كانش راضي يطلقها، وكانوا بيقولوا ان هي كان واخد منها هو فلوس، ما كانش راضي يرجعها لها، كان ليها يعني عشيق وكده. طيب يوم الحادث اللي انت سمعته من الحادث اللي حصل؟ اللي حصل ان هم خلقوا الراجل، هو كان الاول بيقولوا ان هي بلغت في القسم قبلها بيوم، قالت ان الراجل مش لاقيينه بقاله حوالي 4 ايام ما جاش البيت. ولما جه البيت خلقوه هي والراجل اللي كان معاها، وحطوه جوه تحت السرير. وبعد كده هم اتصلوا تاني قالوا له احنا لقيناه ميت في الشقه. الست اتصلت بالبوليس وقالوا احنا ميت في الشقه. الكلام ده كان الساعه 4 الفجر كده. كان 4 الفجر صباح الخميس ولا؟ كان 4 الفجر يوم الخميس يعني. تمام. طب علاقه الست دي بالناس ولا بالجيران؟ الجيران هي ما كانتش لها علاقه بحد، لان هي بقى لها مثلا شهرين كتير قوي كانت لسه بعينيها، يعني ما لهاش علاقه بحد. بقى مشاهدين بس. بس هي كانت الشقه يعني عباره عن اغاني على طول بالليل، وعربيتين مركونين على طول بالليل كل يوم كده لغايه ما احنا دخلنا. يعني انت كان كل يوم على طول كانت موجوده الحفلات دي شغاله كل يوم في عربيات كتير، اللي هو ناس وبتنزل الناس بتدخل حريم ورجاله، ولا حريم بس او رجاله بس؟ رجاله بس يعني ما كانش كل يوم يعتبر، بس اغلبيه الوقت كده. اغلبيه الوقت اللي احنا كنا على طول كل خميس او جمعه على طول كنا بنلاقي رجاله موجودين، رجاله موجودين وحريم، وفي حريم معاهم.